بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة وأدلتها: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأصل الأول أن يذكر الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام بالأدلة. وقال أن الإسلام يعرف بأن الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام أن تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله بالتوحيد، وذكرنا التوحيد، تعرف التوحيد ونوع التوحيد الثلاثة. والانقياد إذا لابد من عمل له بالطاعة لا بالمعصية. والبراءة من الشرك وأهله، تقدم معنا أن البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح، وهو ثلاث مراتب، وهذه مراتب الدين. إذا سئلت مراتب الدين تقول ثلاثة: إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم. معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقرن الله سبحانه وتعالى شهادة الملائكة والعلماء بشهادة سبحانه وتعالى، وفي هذا منقبة للعلماء وهم شهداء. قائما بالقسط أي بالعدل، أي الله سبحانه وتعالى. نعم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. ومعناها لا معبود، معناها أراد أن يبين لك معنى لا إله إلا الله، وسوف يأتي معنى أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان. ويأتي معنى شروط لا إله إلا الله، منها العلم، أي العلم بمعنى لا إله إلا الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يقول أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، وهناك من يدعي الإسلام وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله. بل يقول: والحاذق من هؤلاء الذين يقولون لا داعي لدراسة التوحيد وعرفنا التوحيد وغيره، يقول الحاذق منهم يقول أن معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. هذا معناه أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا لأنهم أقروا بتوحيد الربوبية. معناها لا معبود بحق إلا الله. لماذا قلنا أن معناها لا معبود بحق ولم نقل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله؟ لأن عندما نقول لا معبود بحق، هذا فيه أننا قبل أن نؤمن بالله نكفر بالطاغوت. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبتا عبادة لله. إذن لا إله إلا الله لابد تتضمن نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. إذن معناها لا معبود بحق، إذن المستحق للعبادة هو الله، وكل ما عبد من دون الله عبادته باطلة، كائنا من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو غيره. ولو قال قائل معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، معنى هذا أنه كأنه يقول أن كل ما عبد من دون الله فعبادته عبادة صحيحة. لكن عندما يقول لا معبود بحق، هذا فيه أنه يكفر بجميع ما عبد من دون الله، ويقول أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، لا معبود بحق إلا الله، لو قال معنى شهادة لا إله إلا الله لا رب بحق إلا الله، هذا فيه إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية، وهذا لا يكفي، ولابد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. إذن لا إله إلا الله لابد تتضمن نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا معبود بحق إلا الله. نعم. ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، هذا تقدم معنا. إذا انفرد سبحانه وتعالى بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لأبيه أي آزر، وقومه إنني براء مما تعبدون، وقلنا لابد تحقيق البراء من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. إلا الذي فطرني، إذن هذه الآية فيها أولا نفي وكفر، ثم بعد هذا إيمان بالله سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني، إلا الذي خلقني، فإذا كان هو الخالق لابد أن يكون هو المنفرد بالعبادة. وأراد أن يبين لهم أن هذه الآلهة وهذه المعبودات لا تصلح أن تكون آلهة لأنها مخلوقة، فهي مفتقرة إلى غيرها ابتداء ودواما، والخالق والمستحق للعبادة كما تقدم معنا من قول ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، لعلهم يرجعون إليها ويدخلوا في دين الله. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تقدم معنا أن اليهود والنصارى الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين في زمن اليوم بلغتهم الدعوة ولم يدخلوا في دين الله فهم كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن دين باطل. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت قبل. وشيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى، يقول: من زعم أن مع دين محمد عليه الصلاة والسلام دينا مقبولا فقد كذب الله سبحانه وتعالى. إذن الكفار الذين اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن عليه الصلاة والسلام والذين في زمن اليوم وبلغتهم الدعوة ولم يدخلوا في دين النبي عليه الصلاة والسلام فهم كفار، حتى كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة. وهل أننا نقرب بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟ قال: لا تقريب. لماذا؟ الدليل هذا هو الدليل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولا تقريب أيضا بين الرافضة والسنة، إذا أرادوا التوبة والتقريب يتوبوا ويدخلوا في دين الله. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا أبوا الرجوع والدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وغير المسلم كافر. نعم. ثم أيضا نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المسائل في كتاب التوحيد، يقول: هذا من أعظم ما يبين لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، كفر بالطاغوت. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد قال فليس موحد. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم، أي معنى الآية، والله لقد جاءكم. أكدت هذه الآية بثلاث مؤكدات: القسم المقدر واللا مقدر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من البشر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، أي يشق عليه ما يشق عليكم. حريص عليكم، أي على هدايتكم. فهو عليه الصلاة والسلام لم يترك شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، وأعظم ما أمر به التوحيد، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني بغير المؤمنين ليس رؤوف رحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، أي مقتضى شهادة أن محمدا عبده ورسوله، أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله أصلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طاعته فيما أمر
وتصديقه في كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الغيب. مثاله قوله عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي، سيكون أقواما يستحلون الحرى والحرير والمعازف، وغيره من الأدلة. نقول آمنا وصدقنا وسلمنا. واجتناب، وهذا أبلغ في البعد عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى الله سبحانه وتعالى عنه. اجتناب أن تجعلها في جانب وأنت في جانب آخر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في رد على المبتدع. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الحنيف ذكرنا هو الذي يكون مقبل إلى الله مدبر عن الشرك، وذلك دين القيمة الملة المستقيمة التي لا اعوجاج فيها ولا خلل. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلنا، وأعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه فرض على الذين من قبلنا ولم يعلمنا كيف فرض. لعلكم تتقون، تجعلون بينك وبين عذاب الله وقاية، فعل الآمر واجتناب النواهي على علم وبصيرة. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.